منذ آلاف السنين والإنسان يحاول أن يتحكم في بيئته، فبعد ما كان يأكل من صيد الحيوانات صار يربيها، وبعد ما كان يأكل من الثمار صار يزرعها، فأنشأ الحضارات وسخر الكائنات واخترع الأدوية والعلاجات. تقدمنا جداً حتى صرنا نتدخل في تكوين الأشياء من حولنا، وصرنا نهجن النباتات والحيوانات وننتج سلالات جديدة. أعطيكم مثال، العلماء قاموا بمزاوجة الدب القطبي مع الدب البني اللي يسمونه الأشيب، وكان الناتج فصيلة جديدة من الدببة اسمها الجرولر بيرز. يقول العلماء أن هذا الدب الجديد بيحل محل الدب القطبي بسبب الاحتباس الحراري. في القرن 18 قام الراهب مندل بتجربة واعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ البشرية. هذا الرجل قام بتهجين النباتات والنحل، ومن تجاربه وضع القوانين الأساس لعلم الوراثة، وهذا قبل اكتشاف الحمض النووي والجينات بيعني سنين طويلة. حتى تجارب تطورت واستطاع الإنسان أن يهجن البقرة مع حيوان البفلو وأنتج البيفلو، والنمر والأسد وأنتج لايجر، وغيرها من الحيوانات كالكلاب والقطط وكائنات كثيرة ما كانت موجودة أصلاً. ويقال أن مندل درس 29 ألف نبتة خلال 14 سنة. الحمض النووي أو الدي إن إي اللي يحمل شفرات كيميائية يرمز لها بالأحرف جي أي تي سي، هذه الشفرة تشكل ماهيتنا، الطول ولون العين ولون البشرة وكل شيء يتعلق بالإنسان، وهي أيضا مسؤولة عن تشكيل البروتين المكون لأعضائنا. يعني باختصار نقدر نقول أن الدي إن إي هو شفرة الكائن الحي. هندسة الجينات مو بشيء جديد، بدأ البحث فيها في الخمسينات وتطورت في السبعينات. في التسعينات استخدمت في استنساخ النعجة دولي، وهي أول نعجة تم استنساخها من الحمض النووي لوالدتها بعد عدة محاولات فاشلة. وبعدين توالت عمليات الاستنساخ، فشفنا الفأر رالف والكلب سنابي. العملية تصير باختصار كالتالي، يأخذون الصفات الجينية أو الدي إن إي من أنثى ويحقنونها في خلية بويضة أنثى ثانية، فيكون المولود الجديد يشبه بالضبط الأنثى الأولى. تخيلوا يتم نسخ شخص عدة نسخ، نفس الشكل والمواصفات والصوت، يمكن الشخصية، جنون صح؟ مو بشرط. في نوع من الثيران اسمه جاور، هذا الحيوان كان مهدد بالانقراض، فشو سووا؟ تم أخذ الدي إن إيه من جسمه ونسخه إلى بويضة بقرة، فأنجبت البقرة جاور جديد واستمر نسل هذا الحيوان ونجا من الانقراض. بس المشكلة هي كيف نصنف هذا الحيوان الجديد اللي هو أصلاً ثور لكنه يحمل أيضاً دي إن إيه البقرة؟ كيف تتم عملية التعديل الجيني أو جين إديتينج كما تسمى علمياً؟ لما يصيب الجسم فيروس معين يكون أمام البكتيريا في جسمه دقائق قليلة لمكافحة الفيروس، وكثير من أنواع البكتيريا عندها نظام مناعي اسمه كريسبر اللي طارد الحمض النووي للفيروس علشان يدمره، يعني ممكن نشبهه بالتطعيم اللي يحمي الدي ان اي. احد جنود هذا النظام المناعي هو بروتين اسمه كاس 9، وهو اللي يقوم بعمليه الاقتحام للحمض النووي في محاوله للقضاء على الفيروس. قام العلماء بتتبع نشاط هذا البروتين لين فهموا طريقه عمله، وبالتالي يستخدمونه لاعاده هندسه الجينات في الخلايا بدقه عاليه. استخدمت تقنية كريسبر في البداية لتعديل جينات فئران المختبر، وخصوصاً في خلايا الأجنة لهالفئران، لأن الجنين لما يبدأ يتكون ما تكون فيه خلايا كثيرة، فمن السهل تعديل جيناته. وشو سووا؟ قاموا بتعديل الجين المسؤول عن اللون في داخل الفئران، فاللي صار هو أنهم أنتجوا فئران بيضاء من فئران سوداء فقط بتغيير بسيط في جينات الخلايا. اكتشف العلماء أن الفيروس لما يخترق الخلية يحقنها بحمضه النووي، فيقوم نظام كريسبر بتخزين معلومات الحمض النووي لكل الفيروسات اللي حاولت اجتياحه في ذاكرة الخلايا، وتنتقل هذه المعلومات في ذرية الدي إن إيه عبر الأجيال. بعد اختراق الفيروس تقوم الخلية بإنتاج حمض نووي اسمه RNA يتفاعل مع بروتين Cas9 ويبحثان عن التسلسل المعطوب في الدي ان اي في داخل الخلية، ثم يقومان بقطع ذلك التسلسل بدقة عالية واستبداله بتسلسل جديد
مثل المقص تماما، او مثل ما تقول جينيفر دودنا احدى مخترعي هذه التقنية، ان هذه العملية تشبه كثيرا لما يقوم الواحد منا بتعديل خطأ مطبعي في كلمة في نص كتبه، فيروح ويمسح الخطأ ويكتب الحرف الصحيح. تعديل الجينات أسهل مع خلايا الدم أكثر من خلايا الأعضاء، بس الأمر ما زال في بدايته، ولذلك دعا العلماء جميع مراكز الأبحاث في العالم للتوقف عن إجراء التجارب في هذا المجال لفترة معينة حتى يتم ضبط التقنية أكثر. يؤمن العلماء أن تقنية كريسبر بتساعدهم في القضاء على الأمراض الجينية وأمراض عصية على العلاج كالسرطان والإيدز، واليوم بدأوا ينتجون كائنات جديدة لها مواصفات كائنات أخرى. لكن الغريب أن هذه الكائنات اللي خلطوا الـ DNA مالها ما تنتمي لنفس الفصيلة. حتى القطط تم تعديل جيناتها، وهناك ما يسمى اليوم بالقطط المتوهجة. المستشفى مايو كلينك استخلصوا الجين المسؤول عن توهج قنديل البحر أو الجيليفيش، وقاموا بحقنه في نوع من القطط، وصارت تلمع في الظلام وتحت نوع من الإضاءة. حد بيقول طيب هذا مش تلاعب بالمخلوقات؟ أبداً، على العكس تماماً. أولاً هالقطط نقدر نشوفها في الظلام، وبالتالي ما راح الواحد منا يدوس عليها بالخطأ وهي نايمة بالليل لما يقوم من السرير رايح بيقضي حاجته. ثانياً هالقطط يصيبها فيروس اسمه FIV، وهو ابن عم فيروس الإيدز HIV اللي يصيب الإنسان، ويعمل بنفس طريقته، يعني يهاجم مناعة القطط. الآن لما تلمع القطة يقدرون العلماء أنهم يتابعون نشاط خلاياها وجيناتها بدقة عالية جداً، وبالتالي يقدرون يفهمون كيف يعمل الفيروس. تصوروا لو طبق هذا الشيء على الأشخاص المصابين بالإيدز، كم من الأرواح راح تنجو بسبب هذا العلاج. يحاول العلماء أنهم يستخدمون هذه التقنية في علاج السرطان، وهناك خطوات ثورية في هذا المجال. الطفلة إيما هاجمها سرطان الدم اللوكيميا مرتين، والأطباء قالوا لأمها وأبوها خلاص ماشي فايدة، بس في عام 2013 جربوا شيء عليها، خذوا خلية من جهازها المناعي اسمها تيسل وحقنوها بفيروس الـ HIV، بس بعد ما أعادوا هندسة الفيروس وشالوا من خاصية تدمير جهاز المناعة وأعاد برمجته علشان يهاجم الخلايا السرطانية، هذا الفيروس قدر أن يهاجم 1000 نوع من الخلايا السرطانية. وقالوا لأهل إيما أن هذا هو الحل الأخير وقد لا يعمل. بعد أيام ساءت حالتها جدا وارتفعت حرارتها وما قدرت تتنفس إلى أن ماتت. تقريبا ماتت كما قال الأطباء اللي كانوا حولها في تلك اللحظة، لكن فجأة عادت لها الحياة، وخلال ساعات اختفت الحمى واستعاد جسمها استقراره، وبدأت خلايا تي سيلز تعمل بعد أيام، ثم استفاقت إيما وقد تخلصت من اللوكيميا. وقبل شهور فقط، وتحديداً في مارس 2016، توصل العلماء في جامعة نورث كارولينا إلى اكتشاف ثوري آخر استهدف الأشخاص اللي يعانون من ورم أرومي، وهو سرطان يصيب نسيج الدماغ. هذا النوع خطير جداً لدرجة أن تقريباً 30% من المصابين فقط يعيشون لحوالي 2 سنين بعد الإصابة بالمرض. والتقنية المستخدمة هي بتحويل خلايا من الجلد إلى خلايا جذعية لمكافحة هذا السرطان، وبمجرد إدخال هذه الخلايا إلى الدماغ تقوم بمطاردة الأورام والقضاء عليها. في هذه الدراسة اللي اقتصرت مبدئياً على الفئران، استطاع الفريق أنهم يزيدون عمر الفئران المصابة بهالنوع من السرطان من 160 إلى 220% تبعاً لحجم الورم. في هذه التقنية قام الفريق الطبي بإعادة برمجة الخلايا الجذعية في الفئران اللي تسمى الخلايا الليفية لتستخدم في إنتاج الكولاجين وبعض الأنسجة، وحولوها إلى خلايا جذعية عصبية كانت لها القدرة على التحرك في الدماغ وقتل خلايا السرطان. إذا فعالية هالعلاج ثبتت على البشر، بيكون أول دواء ناجح، أو بالأصح أول تقنية ناجحة لعلاج هذا النوع من السرطان الخطير جداً، بعد سنوات عديدة من البحث والدراسة. هناك نوع من عمل العيون اسمه التهاب الشبكية الصباغي، وهو مرض وراثي يؤدي إلى فقد البصر، لكن
مجموعة من الأطباء من مؤسسة رتنا فاونديشن أوف دي ساوث ويست قاموا بأخذ DNA من طحالب بحرية حساسة للضوء وحطوها في فيروسات وحقنوها في عين شخص مصاب. هذا الشخص مشكلته أن الخلايا المسؤولة عن رؤية الألوان والضوء قد ماتت فيه، وبالتالي ما تمرر الإشارات الكهربائية عبر الأعصاب إلى العصب البصري ومن ثم إلى الدماغ، وبالتالي ما يقدر أن هو يشوف. لو نجحت هاي التجربة فالأشخاص المصابين بهذا المرض بيقدرون أنهم يشوفون مرة ثانية، بيشوفون الأشياء بالأبيض والأسود بهذه الطريقة يعني، وبيقدرون يتعرفون على أشكال الأشياء وقراءة الكلمات المكتوبة بحروف كبيرة. تصوروا كيف بتتغير حياة هالناس. يتوقع أن تنتهي التجارب من هذه العملية خلال 5 سنوات، وربما ينهي هذا العلاج العمى من السجلات البشرية. هل في حد منا ما يتمنى أنه ما يتقدم في السن؟ يعني ما يشيخ؟ طبعا لا، كلنا نبغى نتم شباب طول العمر. شو لو قلت لكم أن هذا الشيء قد يكون ممكن بعد سنوات؟ في اليابان ما عادوا يصنفون الناس اللي يصيرون السبعينات على أنهم كبار في السن، حتى هناك مقولة عندهم تقول 70s is the new 30s. بس تعرفون شو السر؟ حد بيقول الأكل الصحي والرياضة والحركة، صحيح، لكن شو بعد؟ السر يكمن في جين اكتشفه العلماء اسمه فوكسو جين، وهو الجين المسؤول عن التقدم في السن أو الايجين، ويدير تقريباً 100 جين غيره. هذا الجين شو يسوي؟ يخلي هذه الجينات تستمر في عملية صيانة الجسم وحمايته من العدوى البكتيرية، وتنتج البروتينات المضادة للأكسدة، وأيضاً بروتينات لقتل الميكروبات الدقيقة. أجرى العلماء تجربة على الديدان اللي تعيش 2 أسبوع فقط، ولما بدلوا الفوكسوجين في دودة وصوروها بعد 2 أسبوع شافوها نشيطة وتتحرك وكأنها دودة في أول أيامها. التحكم في الفوكسوجين ما راح يخلي الإنسان يعمر لأكثر من 150 سنة وربما أكثر فقط، بل أيضاً قد يؤدي إلى قدرتنا على التحكم في جينات أخرى ما كانت مكتشفة، مثل جين الأمراض النفسية وجينات الذكاء وغيرها من الأشياء اللي ما تخطر على البال. يعني يمكن في يوم من الأيام نصل لاكتشاف جين السعادة، طبعاً إذا كان موجود، ونتحكم فيه وننتج أجيال متسامحة وسعيدة. التحكم في الجينات بيساعدنا في القضاء على الملاريا، هذا المرض اللي يصاب به من 200 إلى 300 مليون إنسان كل عام. بس كيف؟ عن طريق تخليق بعوض بجينات جديدة مضادة للملاريا، ومع الوقت وتكاثر هذا النوع الجديد من البعوض قد ينتهي هذا المرض تماما، أو عن طريق تخليق بعوض يموت بعد يوم أو يومين، وبالتالي سيتم القضاء على هذا الكائن في خلال سنوات. لكن على الجهة المقابلة قد تستخدم هالتقنيات في الحروب البيولوجية، فلو قدرنا نحن نتحكم في البعوض، هذا الكائن الصغير جدا لكن الخطير في الوقت نفسه اللي لما نعدل جيناته قد يحمل أمراض فتاكة، وبعدين نطلق الملايين منه في المدينة، في أي مدينة نحن قاعدين نحاربها لكي نقضي على سكانها. يعني لا قنابل ولا أسلحة، مجرد مجموعة من البعوض يدخلون هالمدينة وينهون كل الناس اللي عايشين فيها. قبل عام أحدث علماء من الصين ضجة على مستوى دولي لما أعلنوا بأنهم قاموا بتعديل جينات أحد الأجنة البشرية. فقامت بريطانيا بإعطاء الضوء الأخضر للبدء في إجراء أبحاث على أجنة بشرية أيضاً، سعياً لمنع الأمراض الوراثية. السؤال هو شو بيصير لو صار تلاعب في الإنسان؟ لو قضينا على كل أنواع البعوض في العالم وقلنا يلا خلونا نبدل هذا بالنحل، شو بيصير في التوازن البيئي؟ وما هي الجوانب الأخلاقية لتعديل جينات الإنسان؟ فالغني مثلاً بيقدر أنه هو يعدل جينات أطفاله علشان يكونوا أقوى وأذكى وأفضل من أطفال الفقير اللي ما يملك المال اللازم لهالعمليات المكلفة. أسئلة كثيرة يحتاج المجتمع الدولي أن يقف عندها اليوم ويبدأ التفكير، علوا عسى أن نخرج بقوانين وضوابط أخلاقية لهذا الموضوع المعقد، لأن يعني العلماء ما راح يوقفون، والموضوع ماشي سواء كنا مؤيدين أو حتى معارضين، ولذلك ما في شيء راح يضبط هالممارسات إلا القانون الصارم والواضح، لكن القانون اللي يدرس حاجة الإنسان ويعمل لمصلحته ومصلحة الحياة. الهندسة الجينية هي المستقبل،
مستقبل الطب والصحة والبشرية، لكنها مشروطة باكتشاف العلماء وظائف الجينات في داخل الجسم. شو يعني؟ يعني مثلا هل عندنا جين عن الذكاء وعن قوة الشخصية وعن البصر وغيرها من وظائف الجسم؟ لو العلماء قدروا أنهم يحددون شو هي الجينات المسؤولة عن كل شيء في داخل الجسم، بيقدرون أنهم يغيرون مسار البشرية تماما. شيء آخر، أتمنى كمسلمين ألا نبدأ بالتحريم فورا، بل نحتاج إلى التريث ونبحث وننظر في الأمر إن كان يصب في مصلحة الإنسان أم لا. اليوم المسلمين في حاجة إلى هذه الأبحاث والمشاركة فيها. ليش؟ لأن لو حتى فقط قرأناها وتابعناها بنصل لمرحلة سنكون جزء فاعل من هذا الحراك الكوني الهائل. في كل الأحوال فالإنسان مأمور يا جماعة، مأمور بالبحث والاكتشاف، لكن بضوابط أخلاقية وشرعية طبعا. يقول تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.